مساء الخير عليكم واهلا بكم وحلقه جديده من روسيا مع التحيه. نكون متواصلين معاكم من روسيا وتغطيه خاصه لكاس العالم 2018 على الهواء مباشره. هنتابع كل كواليس وكل احداث المونديال راشا 2018 لحظه بلحظه، ما فيش خبر هيعدي من تحت ايدينا. ايضا هيكون معنا شبكه كبيره من المراسلين في كل المدن اللي بتستضيفها روسيا في 2018 وتغطيه خاصه جداً. صح مهيب، ومش بس هيك، حنقابل جماهير ولاعبين ومسؤولين وحنرصد التقاليع والظواهر الجديدة بمونديال روسيا 2018. والأهم من كده هيكون معانا مجموعة من المحللين اللي انتوا بتحبوهم وبتثقوا في آرائهم وتحليلاتهم الجميلة والشيقة. هيبقى معانا كابتن حسام البدري المدير الفني السابق للنادي الأهلي. ايضا هيكون معانا النجم الكابتن هاني رمزي المدير الفني السابق لمنتخبنا الاولمبي ونجم الكره المصريه الكابتن رضا عبد العال. مفاجاتنا مش هتقتصر على كده وبس، ده انتوا كمان هتشوفوا كل لعيبه المنتخب على الهواء وهنتكلم معاهم في كل حاجه عن البطوله وماتشات الدور الاول. وهيكون معانا نجوم الكره المصريه، نجوم منتخبنا اللي انتوا عايزين تعرفوا كل اخبارهم، عصام الحضري، احمد المحمدي، احمد حجازي، عمر جابر، محمود حسن تريزيجيه، رمضان صبحي، كل نجوم منتخبنا الوطني هيكونوا معنا في لقاءات خاصة وحصرية. يا رب نكون على قد الثقة ويا رب برنامج روسيا مع التحية ينال إعجابكم. أما هلأ فرح ننتقل وبسرعة إلى أول مراسل وأهم مراسل عم بغطي روسيا والمونديال بكأس العالم، هو كابتن أنوش. شو أخباره؟